دابا شي نوره كتسحب ليهم كاع العرب من السعوديه. ايه دابا المغاربه من بلاد يا ويلي من المغرب يا هو جدتي يا ويلي على تانا روس انا من المغرب وانت يعني من الجاليه المغربيه المقيمه مقيمه فين هن كنحس براسي ماشي عربي عندي شي نخزات وشي خرجات شي نويطات المشرق كاين فيه واحد الاختلاط اللي هو كبير جدا المشكله سي علي هو كيف انك انت ايها المغربي اقل اختلاطا وتنساب للغير والاخر مخلط هما اللي اخلاطوا قبائل ماشي احنا هم اخلاط ولكن تيجي تيقول لك نحن عرب تقحاح ما احنا عرب البربري تيقول لك البربري نحن عرب ايوا الا مشيتي للسعوديه ولا غير السعوديه كاع الدول العربيه حتى العراق صافي سالينا ما تيعترفوش بباقي المكونات حنا في المغرب داروا لنا البلقانه انت تجي تقول لك العرب والامازيغ والحسانيون انت الله يهديك ما كاين لا عرب لا حسانيون لا غيرهم راه كاين هي المغاربه المول حنا الامازيغ فقط بيان سور الامازيغ ما تنتكلموش على شي حاجه واحده اخرى وخاص نكونوا صراحاء فاش تنقولوها وبدون خجل وبواحد النوع نتاع الافتخار نتاع الافتخار من طبيعه الحال جي من الصافي شوف ما تيتسنى حنا حتى شي واحد شي حاجه حنا تنفتخروا باسمنا تنفتخروا بذاتنا تنفتخروا بهويتنا تنفتخروا بوطنيتنا حتى شي واحد ما غادي يحاسبنا على زعما الا قال لك نتا عنصري صافي يقول اخا عنصري ما قول حتى تعيا ياك حنا انت اللي نعم سيدي في شي الجزيره العربيه و 50% ديالك عربي و 50 مخلطه وتتقول عربي ماشي عنصري انت اللي انا امازيغي وبغيتي تعربني انت ماشي عنصري راه انت هو اللي عنصري انا راه امازيغي صح اسيدي انا امازيغي بالتاريخ بالعلم باش ما بغيتي نعطيك مثلا الابحاث الجينيه اش تقول هذه واحد الدراسه درتها انا ونقول لك اشنا هو السياق نتاع الدراسه سي علي والاخوان الكرام السياق دابا في طبيعه الاشتغال نتاعي في التاريخ الاشتغال في التاريخ تجعلك انك تكون عندك واحد تمرس على الروايات التاريخيه فجمعت كاع الروايات التاريخيه اللي تتكلم على هجره العرب الى المغرب وحطيتها قدامي ودرستها وغير مع راسي وصلت الخلاصات قلت اجي واش هاد الاعداد المحدوده التي جاءت من المشرق الى المغرب هل يمكنها ان تغير البنيه الجينيه نتاع المغاربه اطرحت هذا السؤال ممكن ان نتعرب على مستوى اللسان ليس بسبب الاختلاط مع العرب لا لاننا اخترنا اللسان العربي لانه تنديرو به تنقضيو به شغالنا في مجال الاخرى نتكلم عليها ما نتكلمش عليها انا واحد لا سميتو ما تبغيش تتكلم شي امور ولكن حديثنا باللغه العربيه لا يعني اننا عرب حنا دي زارابوفون ناتيكمون بالعربيه بحال السينيغالي تيتكلموا بالفرنسيه ماشي فرنسيين صح السينيغالي تقولوا فرنسي ولا الحماقه هذا الارجنتين كيتهضروا بالاسبانيونيه ماشي اسبانيوني سالينا إذن هذا جعلني أنني نقول كيفاش هذه القضية الأعداد من العرب التي دخلت إلى المغرب محدودة والآن تيقول لك إحنا عرب ما يمكنش يعني كاين شي حاجة ما نقدش
حاجه ما مقاداش. فمثلا نعطيك بعض الروايات باش المشاهدين تاعك يفهموا علاش نتكلم. بعض الروايات نتاع دخول العرب شحال كانوا، شحال كانوا، نعطيك الروايات ونعطيك حتى السبب نتاع الدخول نتاعهم، وعاد نمشي معاك الدراسه الشينيه باش الاخوان يفهموا السياق. وغادي تشوف لك القضيه واش جا ولا استقطاب ولا والعرب احنا اللي جبناهم. اشي اللي خصهم يعرفوا؟ اولا العرب توا سمعوا الاخوه الله يرضي عليكم وسجلوا سجلوا لا سجلوا انا وسجلوا هي لا لا عجبني واحد الحال غير واحد مفتح واحد القوس الاخوه اللي عندنا هنايا مرحبا بكم. هاد تقريبا 400 واحد راه جاي يشوف الاستاذ كلاب وفرحانين بالاستاذ ديالنا وهادي غادي تطلعوا، ولكن ملي يسالي الاستاذ لان هكا بغى الاستاذ اننا نساليو المحاور وديك الساعه غاتطلعوا مرحبا بكم وغاتهضروا مع الاستاذ. مرحبا. هي واحد القضيه المستلبين بلا ما تطلعوا مليا فيه علاش. لا لا انا ما تنبغيش نهرس راسي مع شي واحد اللي حاط واحد الفكره في راسو تيدافع عليها وما مستعدش ينفتح باش يفهم. حنا نطلعوا باش نفهموا تنتناقشوا هكا، ولكن اللي عنده قناعات راسي خوتي يقول لك نحن عرب هذاك بلا ما تطلعوا قول له يمشي. لا 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 نطلع لك غيقول لك انا امازيغي وافتخر وكنشكرك يا استاذ كله صافي وكاسكي طيب تفضل لان احنا النقاش نتاعنا خاصو يمشي للهدف نتاعو، ماشي يجي واحد تيعرق لك وتيجبد معاك مواضيع هامشيه باش يجربك على سميتو. عندنا ما نديرو هذاك التفاهم. انا فاهمك استاذ تفضل. كافي هو ما عندنا ما نديرو بهم. فوالا العرب فاش جاوا سي علي كانوا جاوا عرب نتاع الفتح او الغزو. انا تنقول له الغزو باش تكون واضح. انا كنقول له الغزو. شوف انا تنحدد المفاهيم نتاعي وتنكون واضح فيها. ياك ما عليك لعنه حتى شي واحد كيتسمى الغزو. والأدلة على أنه غزو كثيرة جدا. صح. هادو فجاو الغزاة ودخلوا المغرب في 122 هجرية المغاربة اقتاروا، ومن بعد غنتكلم لكم على الطورة ماشي وقتها دابا في مرحلة أخرى. في 123 هجرية المغاربة طردوا العرب طردا، ما بقى حتى شي واحد ولو عربي عندنا في المغرب. ولو عربي طردوا جراو عليهم. إيه من بعد غادا تأسس تلك الإمارات اللي هي برغواطة الأداريسة. غنرجعوا لهاد الإمارات بالتفصيل أستاذ. غادي نرجعوا لهم. هادو ما كانوش فيهم العرب لدرجة أن إدريس الأول ما كان معاه حتى عربي، وإدريس الثاني ما معاه حتى عربي حتى 189 هجرية عاد جات 500 فرد عربي من القيسية والأزد وبني يحصب جاو عنده فسر بهم ورفع منزلتهم. هذا تيبين أنه قبل ما كانوش العرب في المغرب. لأن ابن أبي زرع يقول لك وكان فريدا ولم يكن معه عربي. إذا حتى الأدارس العرب ما كاينش العرب. ما يجيش واحد يقول لك جاء العرب في الفتح أو قبل الفتح، ما كاينش. يعني الدولة الأدريسية كانت دولة أمازيغية 100%. 100%. تفضل الله يرضي عليك. شوف هذا لا شك فيه. هذه الحقيقة المطلقة اللي كيحاولوا أن يغيبوها. جاب الأدريس العرب. وإدريس براسهم. ثاني علمو شكون هي؟ كنزة. فين تزاد هو؟ فين تزاد؟ في المغرب. المغرب فاس. سالينا الفيل. سالينا الفيل. أنا شكون اللي تيفقساك؟ شي واحد اللي يقدر يكون كاع جدو درناك أسيدي أنت عربي كاع، واخا ما كاين حتى شي عربي في المغرب. درناك أنت عربي كاع وجا جدك ثمانيات القرون هذه. واستقريتي في هذا المغرب وثمانيات القرون والنسل نتاعك نتايا مستقر هنايا جدودك نسل جدودك بقيتي نتايا عربي. لا ماشي قلت الحياه هذه. والله لا قلت الحياه استاذ. قلت الحياه.
سكنتي في هذه البلاد ثمانيات القرون تقول لي انا عربي ما تتحشمش، هادي قله الحياه، هذا هو الاستلاب والانبطاح اللي كنسميه. الا فرانسوا اولون وساركوزي منين؟ تا تيقول لك اه فيف لا فرانس فيف لا ريبوبليك،